بفلس فلس 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 وانا فيس وبحب اهلس طب هلس 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 الحياة عربية حلوة وبت برضو تبقى حلوة ولبس ماركة وسكة سلكة وحظي يكون بيضحك مش لو يبوزو بوزو 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 الحياة مش كاش وبس بس 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 حبة جد وحبة هس 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 الدنيا لو حلوة علل عملوا ليه فيها المخلل لما تفكر لما تحلل تلقى اللي بيرضوهم ما اللي يفوزوا فوزوا 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 الفلوس مش كل حاجة البنت تحب الحنية حسب النية نية 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 عايزة دلع عايزة رومانسية سية 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 ساعة الجدة احنا بمتراج كنا قبل او كنا سناك كنت مامتك كنت اختك كنت كل شيء في الدنيا دي سية 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 انا خلاص بقيت مفلس الحياة مش كشوة بس البنت تحب الحنية الحياة عربية حلوة وبت برضو تبقى حلوة ولبس ماركة وسكة سلكة وحظي يكون بيضحك مش لو يبوزو بوزو 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 سبب ان زبدة بلع لسان انا اللي اخرت عليه الغدا يا ريته كان بلع لسان انا هو ما بلعش لسانه هو زبدة زبدة قوم قوم يلا عشان نتغدى كلنا يلا الغدا جه زبدة بقت سمسم زبدة بقت سمسم قبل ما يفضلنا على الوصية وصية ايه يا اخي انت ما بتفكرش غير في نفسك الواد بلع لسانه وهيموت مننا يا دكتور يا دكتور انت كدكتور يعني ما عندكش دم الواد هيموت مننا وبلع لسانه بس انت ما قلتيش ان هو ده المريض لا ايه يعني كنا طلبنا دكتور بيطري عشان هو من الثدييات العملاقة لا مش القصد بس طب ايه نودي التوكيل نحطه على الكمبيوتر يا جماعه انا اعرف زبده هو بيبلع لسانه كل يومين وموضوع الاسعاف ملوش اي لازمه خالص احنا مش محتاجينه انتم بس شربوه سيفن مع التكريعه لسانه هيرد خلاص يلا يا جماعه يلا سيفن هيرد في اطار سعي الدائم لتطوير مجموعه شركات النويري اللي هي عاجلا ام اجلا هتبقى بتاعتي لقيت انه للاسف محتاجين نقلل الصرف ايوه الريحه بقت لا تطاق في الشركه الاساتذه اللي ما بتشدش السيفون والاستاذ اللي بيرمي الكلينكس في قلب الكبانيه انا مش عايز اقول اسمه بس انا دلوقتي بحذر الصرف اتسد الصرف يعني المصاريف يا جحش انت مش درسين حضرتك يعني ينفع ترمالي على اليمين وانا اتركن على الشمال مش يعني ابهرنا معليك زي ما عودتنا المهم لقيت ان السكر غالي قوي سافرت كمبوديا بنفسي والله بنفسي واستوردت بديل للسكر المحلي وبربع الثمن سكر كمبودي فاخر ده اللي مكتوب على الكيس زي ما انتوا شايفين باللغه الكمبودي حد فيكم بيفهم كمبودي طب كويس
لو بصينا تحت على اليمين هنا هنلاقي جمجمة حمراء، دي مش عايزكم تلاقوا منها، دي رمز الجودة الكمبودية. أيوة زي صحتك في العلبة دي بس بالكمبودي. لونه الرمادي وقوامه الخشن اللي شبه الرمل يوحي لك للوهلة الأولى إنه أسمنت بورتولندي، لكن ده مش حقيقي. أنت مجرد ما بتحط السكر وبتسيبه يفور شوية، ما تقلبش، أي احتكاك في الفنجان هموت كلنا أرجوك. لو دقتوه بعد كده هتلاقوا طعمه مر شوية، إنما بعد كده هتبان الحلاوة. عموماً هو أوفر كتير أوفر. الله الله، اجتماع مجلس إدارة من غيري؟ حد قال إن في اجتماع يا منة؟ لا يا أنسة شاه. حد بعت لي إيميل بيقول إن في اجتماع يا منة؟ لا يا أنسة شاه. حد قال لي على جروب الواتس أب إن في اجتماع يا منة؟ أنا مش على الجروب يا أنسة شاه. مرتضى، أنا حاطة عيني عليك وشايفاك وفهمك كويس قوي. خاف مني، خاف مني كويس قوي يا مرتضى. غشيمة البنت قوي. المهم ندوق بقى كلنا الشاي. بسم الله الشافي. الحمد لله الحمد لله يا حبيبي. ها يا كابتن كنفاني، هتاخد زبدة معاك ولا لا؟ لعلمك زين الدين زيدان لسه قافل معايا دلوقتي وعايزه في ريال مدريد. لا والله. والله انا اكدب عليك، احنا بس واقفين على مشكله هيتشحن ازاي، ان كده هضطر يخش جمارك. لا يا عم خلي بالك بقى بيه، وده لعيب بتهمه. كابتن كنفاني انت بتعرف تعد لحد كام؟ راح بالراحه بالراحه بالراحه، ما احنا قايلين بلاش لحمه حمراء عشان النقرس. تعال خلاص يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشاعر: مهل هل مدلدل منتفخ متسخ معا ككتكوتي مشوي والحلو هيكون ام علي. يسعد مجلس إدارة نادي غزل البنات لكرة القدم أن يعلن عن تعاقده مع النجم عبد العزيز زبدة بعد مفاوضات استمرت لدقائق معدودة، عشان يكون كابتن عبد العزيز هو مهاجم نادي غزل البنات الجديد. أي أسئلة؟ الحقيقة فيها أسئلة كتير جدا، بس أنا هختصرها في سؤال واحد. ليه زبدة؟ يعني هقول إيه طيب؟ هقول إيه ولا إيه؟ لو عايز ألخصها في كلمة واحدة، البلد يوكل. يا فندم إزاي وقع اختياركم على كابتن زبدة؟ البصيرة. البصيرة، وأنا بدعي إن أنا شواف، أقدر يعني أتوقع المستقبل عامل إيه؟ يا جماعة هذا الرجل موهبة حقيقية. كابتن زبدة عبارة عن جوهرة مدفونة ما بين طبقات من الدهون. لو قدرنا ان احنا بسكينة ونكحت هذه الطبقات فتسلي، هنكتشف ان احنا امام موهبة هتاكل النجيلة حرفيا. كابتن كنفاني انت شايف الكلام ده صحيح؟ 99%. زبدة ده يا جماعة صفقة العمر بالنسبة لي. زبدة حابب تقول حاجة للجرايد؟ حابب اقول لكل الجرايد راعوا ربنا شوية، راعوا ربنا شوية، الجرايد ما عادتش بتشرب زيت وانا مش عارف اقلي البطاطس. وانا بحب البطاطس مقرمشه. رياضي كوميديان، رياضي كوميديان. انا بشكركم جدا على تواجدكم معانا، وبوعدكم ان شاء الله بلقاء قريب جدا في ساحات الملاعب. زازا اوامرك ما عليك. أنا عرفت هنقل المصاريف إزاي من غير ما تكمل معاليك. أنا خلاص قريت الندى، إحنا فعلاً لو غيرنا اللومد بتاعت الشركة دي كلها بلومد موفرة هتسمع معانا جامد في فاتورة الكهرباء. أنا عندي معاليك جايب اللومد الحلزونية دي بالضمان. حلزونية إيه؟ ولومد إيه يا جحش؟ هو أنا عايز أقل المصاريف بجد؟ أنا بعمل كده عشان أخرب عليه الدنيا، عشان ما ينفذش وصية عمي. طب إزاي معاليك؟ هتعرف في الوقت المناسب كده. أغلبية معلش بقى يا أستاذ شوقي، مش هنعمل كيك بنكهة المفتقة، هنكمل بالنكهات العادية. ماشي يا جماعة، كده جدول الأعمال خلص، تقدروا تتفضلوا. بعد إذنك يا أستاذة شاهي، أنا عايز أقول حاجة. ما كان بقالنا ساعتين قاعدين، جاي دلوقتي عايز تقول؟ طبعاً أنتوا عارفين المجهود الخرافي اللي أنا ببذله عشان أقلل مصاريف الشركة، وعشان كده بقى جبت لنا سكر الكمبودي. لعلمك بقى الشحنة اللي انت جبتها
قعدت 5 دقايق بالظبط في الشمس وبعدين انفجر. وحد قال لكم تحطوها في الشمس؟ المهم انا عرفت ازاي هنقلل النفقات. غزل البنات. ايه عايزنا نعمل كيك بنكهه غزل البنات؟ لا طبعا، نقفل المصنع وننزل نسرح بغزل بنات. انا بتكلم عن النادي، فريق غزل البنات بتاع النادي. ماله الفريق كل يوم في النزل، دوري درجة تالتة وشوية هينزل درجة رابعة، وبيتصرف عليه 4 مليون جنيه في السنة. أنا بقترح إن احنا نحل نادي غزل البنات ونمشي فريق الكورة. عن إذنكم. يلا بقى زبدة عمهم. أوه أها حرق دمهم. زبداوي قاعدين ليه ما تقوم تروحوا؟ قاعدين ليه ما تقوم تروحوا؟ ايه ده هم روحوا؟ ده انا كنت بقولها مجازا كده. اقعد يا سمسم اقعد يا حبيبي، انت داخل تملى وخلاص؟ هو انت مع عديم الاحساس والسنس للدرجات دي؟ يا ابني المدرجات فاضية، مفيش أي جمهور غير التلاتة بتوع نقابة غزل البنات دول، غير كده مفيش حد. أنت بتغني لمين؟ إيه الزبدة مولعها؟ الزبدة مولعها على الآخر. حبيبي يا ابني الزبدة من ساعة ما الماتش بدأ وهو واقف في منطقة الجزاء بتاعة الخصم وما اتحركش. طب ما أنت تلاقي الخصم واقف في منطقة جزاء. أنا مربي ابني على كده. أنت تحب حد يقف في منطقة جزاء؟ لو حد واقف في منطقة جزائك هتعمل إيه؟ لا أقف في منطقة جزائه طبعًا. علشان الغلطان بياخد إيه؟ لا بياخد جزائه طبعًا. أهو أنت اللي قلت. ده أنا أقلع الجزمة وأدي نفسي 60 صرمة علشان أم الوصية دي تخلص. زبدة! زبدة حبيبي شوت وأقعد عشان الدوالي، ما تجريش. يا الله يا رحيم يا رحيم. إزيكم يا شباب؟ شاهي وأنتِ ليه لابسة كده حبيبتي؟ عشان أنا وطنية مناضلة. بحب مصر وبحب اشجع مصر. يا عديم الوطنيه. طب شاهي انت عندك معلومه ان الماتش ما بين نادي غزل البنات وغزل النسيج ايه علاقه ده بالوطنيه؟ ما الغزل ده صناعه مصريه. صناعه مصريه ولا مش صناعه مصريه؟ جاهل. وبعدين مالك نرفز كده النهارده؟ انا ليه ابقى متعصب؟ صحيح حبيبتي بصي على النتيجه، 12-1. يا نهار اسود، احنا بقينا 12 يناير؟ ده انا ما نزلتش الشتوي. يا بني ادم ارفع الشتوي بقى ما تنزلش. طب انتوا مقتنعين معايا ان انا مبتلى في كل اللي حواليا، صح؟ انا مبتلى. هو في سنه ابتلاء فعلا؟ انا مبتلى. انت ما نزلتش الشتوي؟ ما نزلتش الشتوي. النتيجه 12-1 ليهم. احنا جاي فينا 12 جون مقابل جون لينا. حارس المرمى بتاعهم شاط الكوره ايد ورجل، خبطت في زبده ودخل. يعني زبده اللي صنعه. انت كلبه صناعي اهداف، انت كلبه هدافه. وادي خلي بالك عايز يعدي عايز يعدي. بس دي مكنه في ارض الملعب. وقف، اقسم لكم بالله وقف بمنتهى الثقه. واكيد الاوردر ده اوكي. لسه بقول لحضراتكم ده زبده يا جماعه، رجل كل المباريات، نجم غزل البنات اهو واقف وبياخد الاوردر. بيطمن على الكبده سخنه ولا ساقعه؟ وهو لازم الحكم يتدخل. واهو والنبى اهو هيديله كارت احمر ولا ايه؟ وهوبا ده بيديله الفكه. يخرب عقلك يا راجل، ده حاسبه يا جماعه. وبصوا الراجل بيطلب التبديل، ده المدرب يا جماعه بيلطم اهو. ايه ده؟ ليه كده بقى؟ ليه كده؟ يعني ايه يطلب دليفري في الملعب؟ يطلب دليفري في الملعب؟ ادي اخر الدلعك في الولد، قعدت اقول لك دي مش طريقه تربيه. اتفضل ادي النتيجه. لا انت عندك حق، يعني ايه يجيب دليفري وانا جايب له معايا طاجن محشي بالليه ولوليتا؟ هو ليه ياكل بقى القرف اللي من الشارع ده؟ خلونا في المهم، مرتضى دلوقتي حاططنا في دماغه ومصر يقفل لنا النادي. ليه مرتضى يقفل لنا النادي؟ ليه؟ احنا غلطنا في الزمالك؟ لا 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 مش مرتضى، ده مرتضى التاني بتاعنا العادي. يا عم خضتنا يا عم. طب والتاني ده ليه حاططنا في دماغه؟ احنا عملنا ايه؟ علشان النادي بيخسر وبيكلفنا كتير، والاسبوع الجاي هيتعمل تصويت لاعضاء مجلس الاداره فقفل النادي. طب والحل؟ ان النادي يعمل نتائج ونبتدي نكسب، ساعتها الاقي حاجه اقدر اقنعهم بيها. معلش هكرر حاجه بسيطه بس. طب والحل؟ ايه ده؟ اعيد الاجابه تاني يعني ولا ايه؟ سمسم تعالى ورايا. شايفه اللمعه اللي ظهرت في عينين ابو دي؟ اللمعه دي لما انا بشوفها بعرف ان احنا هنتروق. عن اذنك. لا اله الا الله. غزل البنات يا اموره. عندك لب؟ حلو قوي قوي اللي حصل ده. الشوط اللي جاي بقى ايه؟ نباصي لبعض اكتر. انتوا السبب. انت السبب ان احنا نشيل 13-1. ما خلاص بقى كان فالي روق كده. امال
محسسني انكم كنتوا بتكسبوا قبل كده. اه كنا بنتغلب بس بنشيل 6-7 مش بنشيل 13 واحد في الشوط الاولاني. وبعدين في راس حربه راس حربه يطلب دليفري في وسط الماتش. يعني لو باك شمال كان عادي يعني. وبعدين فين زبده؟ في الشوط الاولاني جات له ضربه ركنيه ولسه ما رجعش لغايه دلوقتي. يا حبيبي جات له ضربه ركنيه؟ طب وهو عامل ايه دلوقتي؟ كله من شورتكم الهباب. خلاص بقى انت هتقعد تقطلنا. كنت قلت لي بتعد لحد كام؟ كل ما النادي يفوز هتاخده هدايا. عجل وبلاي ستيشن وباتيناج وعلب مكياج. اللي هيعمل اسيست لزبده هياخد هديه. اعتبروه حاله انسانيه يا جماعه، زبده محتاج مساعده. لو زبده جاب جول هتاخد هديه. المهم تحطوا زبده في قلوبكم وما تخافوش من الكوليسترول. يلا يلا يا زبده الاستراحه خلصت. الاستراحه خلصت. هو ده كله كان شوط؟ انا عيطت يا وهلا. ايه يا زبده؟ ايه يا حبيبي؟ لا ده اول شوط في حياتك اجمد كده بقى. امال عاش يا وحش عاش. عاش ايه يا ابني؟ هو ده هيفهم عاش؟ ده راح جيم ده ولا ورد على صاله حديد؟ معلش يا زبده، واحده واحده كده. انت على ما توصل الملعب اصلا هيكون الشوط الثاني خلص. يلا يلا يلا. مين هيروح كاس العالم؟ يلا انت رايح كاس العالم؟ بس ده اتحمس بكاس العالم ده. مين يروح الشبراوي؟ انتي كلبه روحي شبراوي. اهو بقى هوبا هوبا بيزا. تفتكر هيساعدوها نكسب؟ ما عنديش شك انهم هيساعدوه، لكن نكسب يا مساء الفل على الفريق كسبان. هي نجوم مصر بتعرف تعد لحد كام؟ لا ما بنعملش حاجه. احنا حد الله ما بيننا وما بين الحرام. احنا عينينا ليك يا عم سمسم. عارف ان انا عمري ما ضغطت على حد بالفلوس؟ يا فندم واضح. انت حاسس ان انا ضغط عليك؟ لا يا فندم خالص. رغم ان دي فلوس. اكيد طبعا يا فندم. انا حطيت 200 جنيه جوه كل كيس اكياس غزل البنات. الحياه غاليه جدا يا سمسم. ها هو اكل والشرب بكام النهارده؟ ها بص لي هنا كده يا عم سمسم. ها معاك يا ريس. النهارده بنتكلم عن دوري المظاليم، دوري الدرجه الثالثه. ظاهره خرجت الفتره اللي فاتت اسمها زبده. معايا داخل الاستوديو الكابتن ابراهيم النويري رئيس نادي غزل البنات، اللي من بعد التعاقد مع زبده هي شفنا نتائج مختلفه تماما. اهلا بيك يا كابتن ابراهيم. اهلا بيك يا كابتن، واهلا بالساده المشاهدين، وتحيه عطره بريحه الزبده الفلاحي. يمكن زي ما حضرتك قلت كده، الدوري افرز لنا ظاهره، او يعني في ظاهره، يعني احنا شمينا الظاهره دي، يمكن الجمهور شم الظاهره. فيمكن احنا كنادي بدانا نحس ان شمينا ريحه حاجه، في حد عمل حاجه. الريحه دي ايه مصدرها؟ انا بس طيب اسمح لي ارحب برضو داخل الاستوديو بضيف الثاني. هي انا ما عرفتش قوي افهم قبل الهوا هو مين، فمحتاج تعرف الساده المشاهدين بحضرتك. سمسم يا فندم. سمسم مين حضرتك؟ يعني عرفنا بنفسك. يعني مثلا لو حضرتك هتكتب على الشاشه ابراهيم النويري رئيس نادي غزل البنات، ممكن تكتب سمسم ابن الداده بتاعت ابراهيم النويري صاحب نادي غزل البنات. لا ما هي لو قله قيمه اتكل على الله انا اروح اتفرج على القهوه. لا اصحوا على الهوا، خد المج بتاعي واقعد في اي حته وخلاص. معلش خليك. طيب يعني خلاص، يبقى احنا كده معانا النهارده الكابتن ابراهيم النويري رئيس نادي غزل البنات، والكابتن سمسم ابن الداده بتاعه الكابتن ابراهيم النويري رئيس نادي غزل البنات. زبده عرفنا بيه اكتر. انا كل اللي عايز اقوله ان زبده لعيب غير تقليدي، ما تقدرش تقول عليه خالص تقليدي، لان زبده ما بيلعبش كوره. عارف حضرتك ليه؟ لان اللي بيحب حاجه ما يلعبش بيها. بمعنى يعني زبده حب الكرة. ايه يا جماعه خير؟ زبده حب الكرة اضعاف ما الكرة حب. طب يعني دي كورة يا جماعه؟ استهدوا بالله. شوف يا كابتن، انت عارف ان كل حاجه اسمه نصيب. واصعب حاجه في الدنيا ان يبقى في علاقه حب من طرف واحد. يعني ده بسبب حجمه؟ لا انا ما بحبش بقى اخش في اعراض بقى، يعني اصل موضوع الحجم والعرض وكده دي اعراض، لان باختصار يعني فافضل ان احنا نتكلم عن مميزاته فعلا كلاعب وكموهبه حقيقيه. مهم جدا. طيب يمكن ده بيرجعني مره تانية للعناوين اللي بتتكتب من وقت للتاني عن ضروره ان هيكتور كوبر يضم زبده للمنتخب. هي برضو فكره ضم زبده دي بترجعنا لفكره علاقه زبده بالكوره او حبها. لان فكره منتخب يضم زبده لا. امال ايه؟ لا زبده هو اللي هيضم المنتخب، زبده هو اللي هيضم زمايله، هو عنده من العطاء اللي يخليه يحتوي زمايله. هيضم الاوتوبيس، هيضم المنتخب، هيضم زمايله. طيب انا اسف على الانفعال.
لا انا مقدر حجم الانفعال ده، لان يعني ما حدش كان يعرف نادي غزل البنات، ولما يتعرف اسمه يتعرف بسبب موهبه كبيره زي زبده بحجم اللي انا بسمعه عنه يعني. تخيل فلما غزل بنات يطلع زبده، تخيل. اه تخيل انت يعني تخيلها في دماغك. عاده بيبقى الزبده بتطلع غزل البنات وتقرص عليها زبده وسكر تطلع غزل بنات، لكن تخيل لما غزل البنات تسيبه يسلي معاك يبقى يطلع حاجه زي دي. عارف حضرتك يمكن هو من القلائل اللي اسسوا فكره حاجه اسمها مدرسه الاستغناء، حتى مثلا في الاوردرات لما يجي يعمل اوردر اكل مثلا او حاجه اثناء الماتش مستحيل هتلاقيه بيسال زمايله تاخده ايه. لا معلش بس هوقف هنا، بيعمل اوردرات في الماتش؟ في نظام غذائي من قبل الماتش بفتره، وفي افرازات معينه لو ما اكلش اثناء الماتش الافرازات دي تنزل فتشكل خطوره على الفرقتين. ويمكن كابتن كوبر يعني هو مجبر اخاك لبطل، هو ما يعني كابتن كوبر ما عندوش هداف صريح يلعب بيه قدام روسيا. لا معلش يا جماعه لازم اقف هنا، احنا عندنا محمد صلاح. يعني طب متوقع طبعا حضرتك تتكلم في حاجه زي كده، طبعا كل التقدير لكابتن محمد صلاح فوق دماغنا وبوجه له تحيه من خلال برنامج حضرتك. ولكن تعالى بالورقه والقلم، لا احنا عندنا زبده فارق كتير عن محمد صلاح. زبده فارق عن محمد صلاح؟ الفرق لصالح زبده ازاي؟ عندك مثلا زبده مستحيل ترقصه، فاهم حضرتك؟ ده ترقص عماره ثلاث ادوار؟ لا منطقيا لا، ما احنا بنتكلم بمنطق، بنتكلم بلغه الكوره. فانت عندك مشكله انا اتكلم بلغه الكوره ولا العكس؟ ده يهمنا جدا نتكلم. هتلقط معايا؟ انا احب اتكلم بلغه الكوره يعني لنا. جد انا احب اجمع الولاد كده بعد صلاه الجمعه في البيت كلنا نقعد نتكلم بلغه الكوره، ويعني دي عاده عندنا يعني. انتوا عيله كرويه اصلا؟ لا احنا ما نفهمش في الكوره بس نحب نتكلم باللغات، ويعني بالذات لغه الكوره نحب نتكلم بيها قوي. كابتن محمد صلاح لعب في الدوري الانجليزي، منتخبات كتيره جدا اتفرجت على كابتن محمد صلاح، عارفين التكتيك بتاعه، عارفين تحركاته في الملعب ايه. النهارده احنا معانا زبده لا يتفوق عن صلاح انه نكره، احنا صلاح عارفين هو هنا ماسكة برضو يعني، فاهم قصدي؟ يعني صعبة تمانية المسكة. عايز تمسكه بقى تمانية من تربطهم في بعض يعني، تمانية تلحم تمانية في بعض وبعدين تمسك، وده طبعا ده مستحيل يحصل حتى دوليا. اما انت حتى لو لحمت تمن لعيبة بقى في الفروق بتاعت اللحمات دي، فبقى في حاجات بتبص، فيعني بص ما تتخيلهاش، مستحيل تحصل. يا منظر مقرف، احنا مش عايزين يعني هو منظر صعب شويه كمان على المنافسين اعتقد. ما هو ده برضو ده تكتيك حضرتك احنا ساعات بنستخدمه. أيوة. فكره الترهيب ان احنا بنوريهم الدهون المشبعه اللي عند زبده فهتخليهم يكشوا. لا يعني لو اي لعيب مثلا شال رفع الفانيلا ياخد انذار. مظبوط. زبده لو رفع الفانيلا ياخد 6 شهور، لان المنظر انت مش متخيل. في العالم كله بيتكلموا على سرعه محمد صلاح، هل زبده يعني اسمح لي بوزنه ده قادر على مجارات سرعه محمد صلاح؟ هو طبعا مفيش نقاش كابتن محمد صلاح سريع، ولكن انا بتحدى كابتن محمد صلاح يقدر يقفل عداد. زبده قفل عداد لان هو عارف كويس جدا انه عنده استابيليتي او اتزان مستحيل في الملفات يقلب، مستحيل. وبعدين يمكن في حركه شهيره كده عند زبده احنا جوه الفريق عارفينها بتاعت يعني الفوار دي. لا 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 غير دي الفوار دي بعدها. طب استنى انا عايز اعرف ايه قصه الفوار دي. ما هقول لحضرتك. هنقول بقى لحضرتك. بيبقى مثلا هو بيجري على الوينج او حاجه وزمايله كلهم في منطقه 18 فتلاقيه يقولوا له ايه زبده عامل لنا رفعه الحواوشي. ايوه يسموها رفعه الحواوشي، ليه تتبيله معينه كده بيغرفها. أيوه. من تحت تلاقي الكوره بدل ما هي بيضاويه ما اعرفش ازاي بيعملها، تبقى عامله زي رغيف الحواوشي كده بتلمع من فوق وايه طايره زي الطبق. بتلاقي التمانيات برضو قرمشت كده من الاطراف. في الحته دي والمقصات برضو مقرمشه كده بتبقى حلوه. كل ده هو اللي مسميها اسمها رفعه الحواوشي. هو سيم كده بين زمايله رفعه الحواوشي، يجي بقى بعدها الفوار. عرفت بقى حركه الفوار جت ليه؟ عارف حضرتك لما بنجيب جول مش في ناس بيجروا يقوموا قالعين الفانيلا او حاجه، احنا لا بعد رفعه الفوار دي اتكرعنا كلنا كفريق. حركه بتبقى حركه واحده. يجلي بقى الصدر. تلاقي اللعبه فائت تاني. عشان ياخد الكره على صدره. هل زبده بيطمح من تخيل معايا كده زهزه لو حد عمل مداخله دلوقتي في البرنامج واتهم زبده بانه بياخد منشطات ساعتها هيضطروا يعملوا له تحاليل والمنتخب هيرفضه بسبب حالته الصحيه. يا سلام. دي تبقى صدفة عسل معليك. بس مين اللي يعمل كده؟ ايه في حد معين في دماغك؟ قصدك انا 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 اشوف حد يعمل كده؟ انت تعمل كده؟ انا طب ما تقول على طول معليك يعني. بس يعني طيب معانا اول تليفون. الو الو مساء الخير. تحياتي ليكم ولكل فريق الاعداد ولكل اللي موجودين معاك دلوقتي في الاستوديو اللي انا ما اعرفهمش ولا اعرف اساميهم ولا اعرف عنهم اي حاجه. انا بس كنت عايز اقول حاجه. طبعا حضراتكم زي ما بتقولوا ان كابتن زبده شعله نشاط يعني بياخد الملعب كله رايح جاي. طب ازاي يعني؟ هل بيتعاطى منشطات مثلا؟ انا بسال عادي.
لا 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 معلش معلش يا فندم، احنا اسفين جدا جدا، احنا ابننا ما بياخدش الكلام الفارغ ده ولا منشطات ولا الكلام، هو بس ده الفوار اللي احنا قلناه ده من شويه، ده احنا اتكلمنا عنه، ده فوار ما فيهوش حاجه، والمرهم بتاع التسلخات، والتسلخات دي دوليا دي تعتبر منشطات؟ لا ما ده ولا حاجه. طيب طب يعني هل مثلا يعني عملتوا ليه تحاليل تثبت اهليته ان هو يشارك في المنتخب؟ انا بسال عادي على فكره. طبعا احنا هنعمل ده، احنا بس عايزين يعني مش لاقين وريد او عرق يعني فاهم، مش لاقين مش عارفين نقفش ده من زبده، اول ما هنقفش اي حاجه زي كده هنعمل التحليل ونجيبه فورا. طبعا احنا حضرتك لو عارفين نقفش وريد ولا بتاع كنا عملنا دي ان ايه وعرفنا هل هو فعلا يتيم ولا مش يتيم، ويبقى خلصنا من الفيلم اللي احنا فيه. لكن ما احنا لو لقينا عرق احنا هننكر يعني. هو بشكل عام بيكون دايما في البطولات الكبيره في اختبار منشطات وتحليل بيتعمل على كل اللاعبين، فاعتقد ده زبده يكون جاهز ان هو يخضع ليه. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا مش على هوا، هو انا بقعد قدام الجمهور كابتن سمسم، بكره ان شاء الله تاخد كابتن زبده وتطلعوا على مطعم البرج تعملوا كل التحاليل اللازمه، وبكره بالليل نظهر مع الكابتن في البرنامج. طب ده هيحصل ازاي؟ ده دول عايزين تحليل صايم، احنا مش عارفين نصومه نص ساعه حتى، نحلل ايه؟ عندي سكه. هات التليفون. اللهم إني أحمدك وأشكر فضلك حمداً كثيراً يا إلهي. الحمد لله يا زبدة، تحاليلك كلها مثالية ما تخرش المية. سنة سمسم بقى، سنة سمسم عشان كمية الدم اللي اتسحبت منه ما ترقدوا يا. هم خدوا منك عين الدم ليه؟ ما تشغلش بالك، يعني هو الدكتور بيحب يجمع عينات يعني زي جمع الطوابع كده وبتاع. ما تشغلش بالك انت حبيبي، كلت اعصق لك لحمه؟ طب هم ما خدوش من ابو ليه؟ لا هو اصلا ما حبش يزفر الازايز في المعمل وكده فخد منه. ما تشغلش بالك. سمسم ايه؟ انت مش ملاحظ حاجه؟ الفيلا فاضيه، اهل بطل عرر مشوا. ايوه اللهم ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. أيوة فعلا الحمد لله، ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. خلعويس. إيه ده؟ هو ليه أدونيس عامل كده؟ خلعويس في سكتة. دول طلعوا بيلعبوا استغماية عادي خالص. أجل أجل هنا. بس إيه ده؟ الله أنا ألعب معاك. أنا مبتلى، أنا ربنا بيبتليني في كل اللي حواليا. أنا هطلع أنام عشان تشكيلة المنتخب بتاع بكرة يعلنوه. إيه علاقة إنك تنام بتشكيلة المنتخب يعني؟ مش أنت بتنام قبل التشكيلة عشان الحموضة، ولا لو سهرت مش هيبقى فيه تشكيلة، وإيه الفكرة يعني؟ تعرف إن أنت لو طبقت قبل التشكيلة ممكن يسقطوا النني دفاع مثلا؟ يا راجل. والله؟ أنا معرفش، أنا دايماً بسقط النني بتاعي، أنا باجي أنام بقوم مسقط النني بتاعي ده وخلاص ونايم أنا. لا يا خطر بقى. أنا مبتلى، أنا مبتلى. الحقنة. غبي. عشان يا باشا. صباح النور يا طلعت، إيه الأخبار؟ وشك منور النهارده يعني. والله أنت اللي عسل ومنور ونعيما. نعيما مقدما. الله عليك. تحب أقفل لك الباب وأنا خارج؟ لا يا باشا عادي، مش حاجة. طبعاً عادي مش حاجة. ايه يا سمسم مالك في ايه؟ اعلنوا تشكيله المنتخب. يا نهار اسود، يا نهار اسود، انا اللي كنت عامل حسابي، انا ما نمتش كويس، سقطوا النني. يا ابني انت مهتم بالنني كده؟ انت كنت بتذاكر له مش مهتم بزبده؟ زبده عمل ايه؟ عمل بيض بالعجوة يا ابو، قلب ريحه الفيلا. بص انا في الاول ما كنتش مقتنع، بس لما دقت السمنه البلدي. يا غبي زبده عمل ايه في تشكيله المنتخب؟ كوبر خده؟ لا 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 لا. تعالى بقى نشوفها نلايسها ازاي. رأيتك من الأورجواي منتخبات أمريكا الجنوبية، رأيتك من روسيا منتخبات أفريقيا الشمالية، رأيتك من الفيفا وحكامها واستوديوهاتها التحليلية. هو زبدة حامل؟ يا حبيبي عشان كده كان نفسه في النيفا طول الوقت، ده كان وحم مش طلب. لقيتك من كل شد عضلي، من كل شد عضلي. هو انتوا بتعملوا ايه؟ برقيه عشان يشرفنا في المونديال، ولسه كمان لما فانيله المنتخب تيجي هنقعها في ميه بالزعفران، وبعد كده هوديها للشيخ السنباطي عشان يقرا له عليها. طبعا في الفانيلا بالزعفران بتبقى اطعم طبعا، فليفر جميل كده. ها يا جماعه طمنوني، تشكيله المنتخب طلعت، هروح روسيا.
تشكيلة المنتخب طلعت طبعا يا زبدة. وبص يا حبيبي انت انت قبلت يا زبدة؟ قبلت. ايوه ده بقى لو كابتن كوبرا يقدر يروح من غيرك يا زبدة. الله يا ابني انت بتقول اي كلام؟ نسيت وصية. كابتن كوبرا عمل وصية؟ ربي وصية احنا تعالى وصية هنا؟ في وصية هنا. اه صح عندي فكرة. اوكي يلا يا زبدة يلا نطلع نجهز شنطتنا بقى عشان مسافرين روسيا بكرة. طب ممكن بعد الغدا عشان بطة عاملة رقاق؟ رقاق اه طبعا طبعا بعد الغدا بقى. بس كابتن كوبر منبه طن الرقاق ما يخلصش كله عشان نبقى خفاف في التمرين. حاضر حاضر هاكل نص على الغدا ونص على العشاء. برافو. حاضر يلا 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 نكسب بطولات روسيا بعد الرقاق على طول. حبة رقاق وحبة شنطة بقى نجهزها وكده. ايه بتبص لي كده ليه؟ اسمع احنا هناخد زبده بطياره ونطلع على شرم الشيخ هنفيك له ماتش كده وكده. قال يعني احنا سافرنا روسيا ولعبنا المنتخب. الواد يمضينا على الوصيه. شكرا يا ابو الزبد شكرا يا شباب كل واحد يروح لحاله. بس المشكله بقى ان الحاجات دي محتاجه فلوس. ايوه وفلوس كتيره وفلوس يعني شاهي وشاهي ما بتحبش ابو. ايه يبقى مين اللي هيروح لشاهي؟ بطه. غبي. حد غبي. حد غبي. اخيرا يا ابو طلبت مني حاجه. يا بقى اخ الله يسامحك يا اخي بقى. ترى بطة عامله الرقاق باللحمه المفرومه ولا قرديع؟ لو الطقطوقه ما رجعتش قسما بالله تتخصم من مرتبك. يلا رش بقى ونستفتح. ها انسه شاهي معلش كان في شويه مصاريف كده كنا عايزين شويه حاجات كنا لا. محتاجين. اوكي مفيش مشاكل. مش عارف ازاي وافقتك على الفكره الزباله دي. ايه ما كانت حاجات دي ولا اوعى ادي فكره بمليون جنيه ولا المهم بس جهزت اللي قلت لك عليه. ايوه ربنا يسامحنا على اللي هنعمله في الوده هنبقى احنا والكوليسترول عليه. بس جاي. اهلا اهلا زبده جاهز يا وحش الكاس العالم. يا نجم الدهون المشبعه انت. ايه ده جاهز ده الحلم اللي مستنيه بقالي سنين. يا مسهل يا رب يا حبيبي. وايه دي يا شقي؟ لا دي حله محشي كرومب بطه عاملها لي. شوف يا اخي شوف الذوق. شوف الذوق. هو عارف ان بعد 28 سنه غياب ما ينفعش نخش كاس العالم بايدينا فاضي. صح برافو. وهم بيفهموا في الاصول الحله دي هترجع مليانه. ترجع بقى فيها كاس العالم عشان الحله دواره يعني. هم الناس الحله دي انا واخدها عشان انقها بس في الطريق للمطار. ده على ما نجيب فطار يعني. ده سناكس يعني. زي اللب السوري كده. مش وحش مش حلو. وحش حلو. والعلمك ده فال حلو يعني. في قاعده كده اللي يقول لك اللي يروح بمحشي يرجع بالكاس. يا رب فده خير يعني. طب يلا نغمي عينينا ولا ايه؟ يلا بينا. يلا يا سامي. ايه ده غمي عيني ليه؟ لا 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 هنغمي عينه ليه؟ لا هنستفسر من الاول. دي تعليمات كابتن كوبر. اولا التدريبات سريه ما ينفعش حد يشوفها ولا انت اصلا. تاني حاجه هو الراجل قصده ما اي حاجه تشتت بصرك مش عايزينها. عايزين نركز في هدف واحد كاس العالم يا زبده. خلاص حلاوه دي. ايه ده انت بتجيب الحاجات دي على الهوا كده ازاي؟ طيب يلا يلا بقى ايه نقول دعاء السفر كده قبل ما نروح الطياره ونروح لموسكو كده. يلا بينا. يلا يلا يلا. طيب حبيبي حبيبي من هنا الهدف من هنا. يلا يا زبد حاسس اوعى تخبط في الحلم. اوعى تخبط في الحلم. خطوط عبود الجوية إلى قيام الرحلة الاستثنائية إلى موسكو المعسلة يا بطاطا. غبي أنا متفق معاي يقول إلى موسكو المتلجة أوي يا لوليتا. بطاطا إيه اللي في موسكو بس؟ هي دي المشكلة اللي هتوقعنا. هيضيعنا. الله يحرقك يا سمسم. هي دي الطيارة يا غبي. ايه ابو ما هي شاهي ما رضتش تدينا فلوس. انا قلت اعمل رحله لموسكو ب 200 300 جنيه كده. بس بقول لك ايه اتقل انا محفظ لك الناس دي كلها وكل واحد عارف هو بيعمل ايه بالظبط. يلا شاكرين يا عم سيد. لو معاك اي ازاز ميه نسيبها هنا علشان ممنوع نطلع الطياره بازاز ميه. عشان التفتيش. طبعا عشان التفتيش. طبعا. طيب الطياره دي تقريبا حملت فناخد بقى الطياره الثانيه اللي هي الطياره الخاصه. الطياره الخاصه. معلش يا زبده بقى الطياره دي حملت انت عارف كاس العالم زحمه بقى كل العالم رايح. مفهوم مفهوم. بقول لك كابتن موسكو دي. موسكو يا استاذ اتفضل يا استاذ. ابو لو سمحت اتاكد انه موسكو على طول لانه ساعات بينزل لنا طلبيه ويدفعنا اجره ثاني لموسكو. لا هي موسكو. تعال. طب يلا موسكو دايري اطلع يا استاذ. يلا تطلع سلم الطياره بقى ولا تدوخ. يلا موسكو دايري. موسكو موسكو موسكو. اوبا يرحب ويرحب 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 وي